الآن في اتجاهنا للطريق السريع الهاي واي المتجه لجنوب ألمانيا. أول مدينة بنمر عليها هي فاربورغ، وبعد كده تيجي مدينة فولدا، وبعد كده تيجي مدينة فرانكفورت. قبل ما نوصل لمدينة فاربورغ هنتجه لبلد صغيرة في befinden uns auf dem Weg Richtung Autobahn 44 und davor geht die Reise nach Borgentreich, wo eine Zentralunterbringungseinrichtung für die Aufnahme der Flüchtlinge zu sehen ist. Wir sind jetzt in der Stadt Beveringen und fahren Richtung Süden, und dort befinden sich in der Kaserne, der ehemaligen Kaserne der deutschen Luftwaffe, was die koptische Kirche 1997 erworben hat, eine Zentralunterbringungseinrichtung für die Flüchtlinge, wo 600 Menschen aus allen Religionen und Konfessionen der Welt untergebracht worden sind. Die koptische Kirche leistet eine Seelsorge und kümmert sich um die Menschen zusammen mit der katholischen, mit der evangelischen Kirche und auch zusammen mit Maltesern. Wir verlassen jetzt langsam die Stadt Beveringen und machen wir uns auf dem Weg in die nächste Städte Dahlhausen, und dann kommt Borgentreich, wo diese Zentralunterbringungseinrichtung vorhanden ist. Dort wollen wir die Menschen etwas zu essen geben. Wir haben Ackerbohnen, Fuhlen vorbereitet, und dann haben wir Kuchen und haben wir Schokolade und Sonstiges, wo wir den Menschen eine kleine Freude machen wollen. نحن الآن في اتجاهنا إلى جنوب ألمانيا. احنا بالضبط في سبنا مدينة صغيرة اسمها بيفرونجن، ومتجهين إلى مدينة اسمها دالهاوزن، وبعد دالهاوزن تيجي مدينة اسمها بورغنترايش. في هذه المدينة تملك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا قاعدة عسكرية، كان الضباط الألمان منها بيحطوا عينيهم ويحرسوا أو يراقبوا الحدود بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. وبعد سقوط سور برلين لم يكن هناك ضرورة لتواجد الجيش الألماني، فأتى إلينا عمدة المدينة ومعه الكاهن الكاثوليكي بارتولدوس، وقال الكنيسة القبطية لقد نجحتم في أن تملأوا الدير القبطي الأرثوذكسي في برينكهاوزن بالحياة، فهل يمكن لكم أن تتصوروا أن أيضا تملأوا هذه القرية وهذا المعسكر بالحياة؟ وبإرشاد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تم شراء هذا المكان سنة 1997، وقدسوا وباركوا قداسة البابا شنود الثالث بنفسه عندما عمل أول اجتماع للأساقفة والكهنة الأرثوذكس في أوروبا، وتعمل فيه أيضا سنة 2005 أول اجتماع للشباب القبطي الأرثوذكسي على مستوى العالم في حضور أكثر من 10 أباء أساقفة وأكثر من 50 كاهن و800 شاب وشابة من كل أنحاء العالم. 2014 وبالضبط يوم 23 أكتوبر تم استضافة أول أتوبيس من اللاجئين من كل الأديان، من كل المذاهب والأجناس، والآن وصل العدد إلى 600 في هذا المكان. تقوم الكنيسة القبطية بالرعاية الروحية وأيضا بالرعاية النفسية والرعاية المادية للناس بغض النظر عن أديانهم وعن جنسيتهم وعن ملتهم أو مذهبهم. فالمكان ده أصبح ملجأ للناس اللي جاية لألمانيا تطلب الحماية، والحكومة الألمانية طلبت مننا أن احنا
نساعدها. وبالفعل عملنا هذا الكلام. تقدس وتبارك هذا المكان بزيارة قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني سنة في ديسمبر 2013. بارك هذا المكان واستراحوا فيه قليلا، وأيضا أعطى كلمة روحية للحاضرين فيه الذين استقبلوا قداستهم في هذه القرية. وكان قداسته كان جاء في منطقة هوكستر ليدشن الدير القبطي، وقبل ما يأتي إلينا زار وبارك وشرف الدير السورياني الأرثوذكسي في مدينة فاربورغ. نحن الآن نتجه إلى القرية القبطية، وهناك نزور الكنيسة القبطية التي في حالة ترميمات. كان المكان اللي احنا رايحينه ده عبارة عن مبنى ليحتوي أجهزة التسخين للقرية كلها، واتعملت أجهزة تسخين حديثة، لذلك كان من الضروري أن يستخدم هذا المكان لشيء آخر، ففكرنا أن نعمله كنيسة قبطية. والآن نستمر في ترميماته حتى يمكن عمل القداسات الإلهية بصفة رسمية لخدمة الأقباط العاملين هناك في هذا المكان، وأيضا كل اللاجئين المتكلمين باللغة العربية، ومن يشاء أن هو يحضر الصلوات القبطية الأرثوذكسية في هذا المكان. نحن الآن في قرية اسمها دالهاوزن، ودالهاوزن مشهورة بأن فيها متحف. المتحف ده بيعملوا فيها أشغال الخوص، وبيعملوا فيها الأفف، وبيعملوا فيها الأسبتة، وده فن موجود عندهم، لكنه قل في القيمة بتاعته نظرا لاستيراد الحاجات دي بسعر رخيص من بلاد شرق آسيا. في الناحية اليسرى في اتجاه سفرنا نرى المتحف الذي يحتوي أعمال السبتة وأعمال الخوص، وتذكر بالعمل اليدوي. وهنا المصنع الذي كان يتم فيه عمل الخوص والأقفاص والأثبتة وحاجات زي كده. أليس نماس أوثيوسي وبطيرو بانتوكراتور بان أجية رياس أليس نماس بشويس بنوتين تيني قوم شو بني من أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تأكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شليل إيرني باسي Lasset uns Dank sagen dem Wohltaten spenden überbarmungsreichen Gott, dem Vater unseres Herrn Gottes und Erlösers, Jesus Christus. Denn hat uns beschützt, geholfen, bewahrt, angenommen, mit Erbarmen bedacht, gestärkt und bis zu dieser Stunde gelangen lassen. In den Allmächtigen unseren Gott bitten wir auch, dass du uns an diesem heiligen Tag und an allen Tagen unseres Lebens in Frieden bewahre. Evni bib choice of noti biban to krator, if you ten ben choice hobe noti oben sutir, is o os bib.
كريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت نحفظتنا قبلتنا ليك وأشفقت علينا وأرضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب لك يا ارحمنا الله ترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويحفظ لنا حياة وقيام أبينا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ديميان، ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات ناس أشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما صالح ونفعت فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. احنا موجودين دلوقتي في مبنى إن شاء الله هيتعمل مبنى الكنيسة لخدمة الناس اللي عايشين في هذا المكان، ودول لاجئين من كل الأجناس وعددهم يصل لـ600. المكان ده أصلا كان مكان للتسخين للقرية كلها، فابتدينا نغير فيه ونجيب له شبابيك جديدة ونعمل له استعدادات علشان يصلح للصلاة. مجهود كبير اتعمل، لكن ما زال في مجهود كبير منتظر ان هو يتعمل، واحنا نتمنى ان شاء الله يبقى هذا المكان هو مكان للصلاة، مكان للطهارة، مكان للبركة. في القداس اللي بنعمله باللغة القبطية واللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الالمانية بتيجي ناس تحضره من اديان كتيرة ومن طوائف كتيرة ومن ملل كتيرة، والناس بتيجي تطلب بركة وبتطلب رعاية الكنيسة القبطية. فإن شاء الله المكان ده يتملى بالصلاة ويتملى بالبركة وخدمة الناس بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. تاني برز فيا انت تثاو توكو سثوى ماري شوي أريموت نانم بكو إيفولي تننوفي هيتني إبرز فيانتي بشاش في نارشي أنجلوس نمني طغما إن إبورا نيو نيبشوي أريموت نانم بيكو نيفولي تنين نوفي تنو شتيموكو بخريستوس نيم بيو ena gathos nem bi ebnev ma es oweb jeak e xote e mon na ina a an. Wir haben eben die künftige Kirche für die Flüchtlinge in Burgentreich gesehen. لقد رأينا منذ دقائق بسيطة المكان الذي سيعد إن شاء الله ليكون كنيسة للاجئين.
Wir verlassen jetzt Borgentreich und machen wir uns auf den Weg ins koptische Kloster in Höxter Brinkhausen. نحن الآن نترك مدينة بورغنترايش ونتجه إلى مدينة هوكستر التي يوجد فيها الدير القبطي الأرثوذكسي. مدينة بورغنترايش تتميز بوجود معرض متحف للأرغن ومزار للسيدة العذراء اللي هو الجروتة. على الناحية اليسار مننا مبنى العمدة أو إدارة مدينة بورغنترايش. Wir haben eben der Bewohner bzw. Teil der Bewohner in der ZOE, in der Zentralunterbringungseinrichtung für die Flüchtlinge, eine kleine Freude gemacht, indem wir ihnen ägyptisches Essen zur Verfügung gestellt haben, nämlich Fuhl und Cakes. Wir haben Schokoladen und wir haben leckeres Brot geschenkt und damit konnten wir die Leute eine kleine Freude machen. لقد وزعنا على سكان المعسكر أكل مصري زي الفول وأكل آخر زي الكيك والعيش والشوكولاتة للكبار والصغار وكانت فرحة كبيرة على وجوههم وهم بياخدوا الأكل ده. نحن الآن نعبر بدالهاوزن التي تقع بين فاربورغ وبيفرونغن وبعدها نتوجه إلى مدينة هوكستر. الطرق هنا بتسمح بسرعة قدرها 50 كيلومتر في الساعة فقط وهو ده الريف الألماني الجميل النظيف. البيوت فيها مش عالية أغلبها كل عيلة ساكنة في بيت لوحدها مفيش صناعة كبيرة في المنطقة إنما المنطقة دي عايشة من السياحة وأغلب الناس اللي شغالين هنا شغالين كموظفين في الدولة. في طلبة بيضطروا يروحوا للمدن الكبيرة اللي حواليهم عشان يروحوا للمدارس أو للجامعات. Wir machen uns auf dem Weg ins koptische Kloster in Höxter Brinkhausen. Jetzt geht die Reise durch eine kleine Städtchen, heißt Dalhausen. Dalhausen ist bekannt durch das Körpermachermuseum. Das ist das Einzigste, was diese kleine Städtchen auszeichnet. Wir fahren einen Ausweg heute über Amelüksen und dann geht die Route Richtung Höxter und Brinkhausen. Alle nachher Limin Menina في جبل اسمه جبل يعقوب جبل عالي ومنطقة غابات جميلة جدا ومن هذا المكان جه راجل خبير ساعدنا في ترميمات السلم الأثري الموجود في الدير. Auf der rechten Seite ist das Jakobsberg. Von dieser Gegend kam ein Restaurator, der uns geholfen hat bei der Restaurierung der Barocktreppe im koptischen Kloster, nämlich im Südflügel. Es ist Wald, schön grün, eine traumhafte Landschaft. نحن الآن متجهين إلى مدينة هوكستر
مارين بقرية أوتبرجن وجودلهايم. شايفين على اليمين والشمال حقول زراعية ولون الأصفر الجميل بتاع حقول الرابس اللي بيستخدم منها الزيوت النباتية والعصارة اللي بعد ما بياخدوا منها العصارة الباقي بيستخدم كعلف للبهائم. ده اللون الأصفر الجميل اللي بنشوفه في الحقوق الآن. في befinden uns auf dem Weg von Bevorgen nach Höxter über Ottbergen und Godelheim. Rechts und links sehen wir wunderschöne Felder, teilweise gelb durch Rapsöl. Dies nutzen wir für die Ölgewinnung und der Rest, was übrig bleibt, nutzt man als ein Nahrungsmittel für die Tiere. Wir sind nur 5 Kilometer von Höxter entfernt. نحن نبعد 5 كيلومتر فقط من هوكستر. ماشيين في الطريق السريع اللي هو نمرته 83. ونرى على اليمين وعلى الشمال بيوت جميلة وبعدها نمر بطريق يورينا بحيرات صغيرة على اليمين وعلى الشمال. البحيرات دي هي بحيرات صناعية تم حفرها وأخذ من جوانبها الرمل اللي بيستخدم في مواد البناء، وبعد ما خدنا منها الرمل اتحولت إلى بحيرة صناعية لتربية السمك. على اليمين واليسار ابتدأ من دلوقتي نشوف البحيرات الصغيرة اللي خدوا منها الرمل وأيضا استخدمت كمزرعة للسمك. بعد شوية هتيجي شركة تورينا ازاي ان الرمل بتصنف وكل نوع معين بيحتاج تصنيف لوحده وبنلاقي اشكال والوان مختلفة. على يمين الطريق نلاقي شركة دورانز اللي بتاخد من بطن البحيرة ومن جوانبها الرمل وبتصنف حسب الأنواع وبتصفى من المية وبعد كده بيتعبى في عربيات كبيرة ويروح للمباني. نمر بوسط مدينة هوكستر ونتجه إلى قرية صغيرة على بعد 3 كيلومتر منها وهي قرية برينكهاوزن. لما نشوف نلاقي إن برينكهاوزن في اتجاه الشمال أما هولسمندن في اتجاه الشرق. نحن الآن في برينكهايزر شتراسة الشارع المؤدي إلى قرية برينكهاوزن اللي فيها الدير القبط. على الناحية الشمال نلاقي مستشفى اسمها سانت أنسكا كرانكنهاوس والمستشفى دي فيها كل التخصصات. تحمل اسم القديس أنسكار. القديس أنسكار هو قديس خرج من هذه المنطقة اللي احنا فيها وكرز في كل شمال أوروبا، الدنمارك والسويد والنرويج وهامبورغ وفلينسبورغ. الدير بتاعه هو اسمه كورفاي والدير بتاعنا كان فرع منه. الدير بتاعنا كان دير للراهبات وكان رئيس الدير
اللي في هوكستر هو رئيس دير الراهبات اللي هنا. نحن الآن في اتجاه قرية برينكاوزن، والجدير بالذكر أن هذه القرية فيها مطار صغير يمكن الطيران لبلاد جوه ألمانيا منها، وفي أيضا الطيران الشراعي ورياضة النزول بالباراشوتات. نحن الآن نتجه للدير القبطي، نشوف السور الأثري عمره 700 سنة، ونشوف الكنيسة الموجودة مبنوية على النظام الجوتيك عمرها 700 سنة، وثلاث أضلاع مبنويين على نظام الباروك عمرهم 300 سنة. بنشكر ربنا على سلامة وصول أبونا سوريال المحرقي للخدمة في ألمانيا. بنشكر قداسة البابا المعظم الأما تدروس الثاني اللي ادانا نصايح قيمة بخصوص خدمة الرهبان في ألمانيا، وأيضا بنشكر صاحب النيافة الحبر الجليل سيدنا وأبونا الحبيب الأنبا ساويروس على تكرمه ومحبته واختياره لأباء رهبان يجوا ويساعدوا في الخدمة في ألمانيا. احنا بنرحب بقدس أبونا سوريال، وأبونا سوريال عنده ميزة جبارة قوي وهي إجادة اللغة الفرنسية، فعشان كده عايز أسأل أبونا اتعلمت الفرنساوي فين؟ أنا أخذت الفرنساوي في الأول في نوتردام في ابتدائي، وبعد كده عشان ما كانش تكملة في إعدادي كملت أعدادي لغة أولى فرنساوي وسنة ولغة أولى فرنساوي، ودخلت الجامعة اللي هي كلية التربية قسم الفرنساوي اللي هي فاكولتي دي بيداجوجي أمينيا في المنيا في جامعة المنيا، فهو ده اللي ساعدني على الفرنساوي. بس طبعا اتركن فترة كبيرة اللي هي فترة طوال الرهبنة، ولما رحنا بروندي إلى حد ما استخدمنا اللغة الفرنسية، رغم أن هو كان في لغة تانية اللي هي اللغة الكيروندية، وده ممكن يساعد في تعلم اللغة الألمانية إن شاء الله في الفترة اللي احنا قاعدينها وبنخدم مع حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ديميان. قدس أبونا سوريال، قدسك بتخدم في مقاطعة فيستفاليا، واستلمت كنيسة لها موقع عجيب جدا، ياريتك تحكي لنا عن الكنيسة اللي بتخدم فيها، وهل يا ترى لو واحد ما عندوش عربية ممكن يصل للكنيسة دي ولا لا؟ الكنيسة هنا في ألمانيا كنيسة جميلة في منطقة ديسبورغ، والمشكلة بس في بعض الأقباط بيبعدوا عن الكنيسة حوالي ساعة أو أكتر، ولكن المواصلات سهلة جدا اللي هو استخدام الترام أو القطار، وده ميسر ليهم خاصة في الأجازات. وإحنا كده بنعمل قداس كل يوم حد ابتداء من الساعة 10، أساس في فرصة للي يقدر يجي من مسافات بعيدة يجي ويصلي معانا القداس. قدس أبونا، من ساعة ما انت جيت وبتزور الكنيسة الكاثوليكية في المناسبات بتاعتها زي عيد الميلاد وعيد القيامة بتاعهم، وجملتهم مجاملة كبيرة كان لها تأثير عليهم، ايه اللي خلاك تعمل الزيارات دي، وما هي تأثيرها في علاقتها في دوسلدورف دوسبورغ بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟
طبعا بصراحة دي أول مرة أعمل زيارات هنا في ألمانيا، وكانت فرصة لمناسبة عيد القيامة، وهم كانوا تمنوا أنه يبقى العيد واحد اللي هو عيد القيامة بالذات، والترحيب كان كبير جدا خاصة من رئيس أساقفة منطقة ديسبورغ كلها، ودي منطقة فيها تكثف كاثوليكي، ورحب بنا، والصور تشهد على ذلك، والترحيب يشهد على ذلك في حضور القداس الإلهي معهم، وهنناهم بالعيد، وكانت فرحة كبيرة وفرحة غامرة، ودي تدي انطباع ولتواجد الكنيسة القبطية في كل مكان. وأتمنى أن في كل مقاطعة من مقاطعات ألمانيا يكون فيها تواجد قبطي، حتى لو ترسى على واحد راهب موجود في كل مقاطعة من المقاطعات، وهيلاقي ممكن ناس، وخاصة إخواتنا اللاجئين من سوريا ومن العراق بينضموا إلى كنيستنا، وأيضا شعب أريتريا اللي هو المحب للصلاة. أنا بروح الكنيسة في ديلسبورغ بيبقوا قبلية في الصلاة، بيبقوا من الساعة 8 متواجدين. عايز أسألك عن علاقتك بالكنيسة الأرمينيان أبوستوليك اللي هي الكنيسة الشقيقة في منطقة ديسبورغ. فعلا أنا كنت ناس أن أنا أرضى زرت الكنيسة الأرمينية وأيضا المطران هناك، ورحب بنا وحضرنا غالبية القداس الإلهي، وبعد القداس الإلهي كانت في أغابي، والشعب كله رحب بنا، واستغربت أن كل الشعب سلم على أبونا وبس إيد أبونا زي الشعب المصري الطيب بالضبط، وهم طبعا محتفظين بلغتهم الأرمينية وبيصلوا بها في كل مكان. دي بالنسبة للكنيسة الأرمينية. قدسك ليك علاقة خاصة جدا برئيس شمامسة كاثوليكي، أمكن أن قدسك تشتغل معاه لدرجة أنه أصبح تأتمنه أنه يكون أمين الصندوق ويكون معاك في العلاقات المسكونية. إزاي وصلت لكده، وبأي لغة بتقدر تتعامل معاه؟ بصراحة الرجل ده يا سيدنا مذهل للغاية. اتعاملت معاه وهو يكبر عني حوالي 15 سنة، لأن هو يعني أكتر من 70 سنة أو 75، ولكن شباب وحيوية ونشاط، وكم الحب اللي مالي قلبه بالنسبة للكنيسة القبطية لا تتخيله. بيحب قداسة البابا شنودة، ويحب المتنيح، وبيحب قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله عمره. وطبعا اللي عرفني بيه هو نيافة الحبر الجليل الأنبا دميان، ربنا يديم خدمته، لأنه تعب كثيرا طوال أكثر من 30 عاما وما زال يتعب، والثمر بنحصده هذه الأيام، يعني ناس تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. وهذا الرجل هو اسمه هانز كيلر، ولكن هو اللي بيقدر يساعدنا في كل ظروف حياتنا لغاية لما نتمكن من إتقان اللغة الألمانية. قدسك بتخدم في كنيسة تانية غير ديسبورغ، يا ريتك تحكي لنا عنها، تبعد قد ايه عن كنيستك وبتروح ازاي المكان ده؟ الكنيسة التانية في منطقة مونستر، ومونستر دي أنا تعرفت عليها قريب، وتعرف عليها أكتر وأكتر، وحصلت على الخريطة بتاعت مونستر وبندرسها، لاحظت إن هي من ضمن المناطق السياحية في ألمانيا، وفيها شعب يعني حوالي 50 فرد بيحضروا القداس الإلهي. بنعمل القداس مرتين في الشهر، يوم السبت، لأن كنيسة ديسبورغ واخدة يوم الأحد، ويوم السبت في قداسين اللي هو 2 سبت من كل شهر في كنيسة مونستر، والشعب متعطش لوجود فعلا أب كاهن بيرعاهم، وبمجرد حضور القداسات والعظات بيبقوا بيشتاقوا إزاي إن هم كأنهم في الكنيسة القبطية الأم في مصر. الجدير بالذكر أن مدينة مونستر فيها كلية للعلوم القبطية، وتعتبر الأولى في العالم كله. رئيس هذه الكلية هو رجل أمريكاني اسمه ستيفان إيميل، وستيفان إيميل ده تخصص فقط في دراسة الشعر الذي كتبه القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وقال لي بالحرف الواحد: لو كان عندي 1000 واحد
بيساعدوني لكنت شغلت الألف بكتابات القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ولن نتمكن من أن احنا ندرس كل كتابات هذا الرجل العظيم. احنا بنشكر أبونا سوريال ونطلب أن ربنا يبارك في خدمته، وبنشكره أن هو جه وقعد فترة خلوة أثناء الصيام الكبير في الدير السيدة العذراء والقديس موريس في هوكستر برينكهاوزن، ونتمنى له العمر الطويل والصحة ونشوفه بخير والخدمة تنمو وتزدهر بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. احنا بنشكر ربنا على الجو الجميل اللي ادهولنا اللي بيفكرنا بالشمس بتاع بلدنا مصر. بنشكر صاحب الغبطة والقداسة البابا تودروس الثاني اللي ادانا نصيحة مهمة جدا بخصوص خدمة الأباء الرهبان في المهجر، وبنشكر صاحب النيافة الحبر الجليل سيدنا الحبيب الأنبا ساويروس اللي تحنن وتكرم علينا وادانا هذه الهدية العظيمة، الأب الفاضل أبونا تودروس المحرقي. وأبونا تودروس المحرقي له معزة خاصة لأن اسمه جميل زي اسم صاحب الغبطة والقداسة البابا تودروس الثاني. عايز أسأل أبونا تودروس، هل يا ترى أنت اللي اخترت الاسم ده ولا اللي الدير فرض عليك هذا الاسم؟ لا، هو كان سيدنا قبل الرهبنة خيرنا اللي تحب تاخد اسمي، فساعتها قلت له سيدنا أنت أبويا، ومعروف ان الابن هو اللي بيختار، الاب هو اللي بيختار الاسم لابنه، فقال لي طب خلاص يبقى انا غال عليا ابونا تودروس. كان بيخدم في السودان وكان خدمته جميله جدا، وكان هناك اللي شعبيه كبيره قوي على مستوى الشعب والكليروس والاباء الاساقفة اللي هناك، لدرجه ان هم رفضوا بعد نياحته ان هو جسد بتاعه يرجع الدير، فدفن هناك في السودان وهناك ليه مكانة كبيرة قوي. فهو الشخصية دي غالية عند سيدنا في الدير سيدنا أنبا ساويروس، فأعطاني الاسم تودروس. قدس أبونا تودروس، أنت اتولدت في مصر في أفريقيا، خدمت في آسيا، وبعد كده دخلت على القارة الثالثة أوروبا، وكل ده في سن صغير. ما هي اللغات التي تجدها وما هو طموحاتك في تعليم اللغة الألمانية؟ يعني هو شوية إنجليزي، ولما رحت آسيا خدت كورس في تشينيز، خدت المستوى الأول. أما هنا بقى في ألمانيا فبصراحة يعني حاطط أمل كبير طبعا بنعمة ربنا وبصلاة نيافتك، وده طبعا بيرجع للتشجيع سيدنا أنبا دمين دايما يكلمنا على أهم حاجة، اللغة هي العمود الفقري بتاع الحياة هنا وبتاع الخدمة وبتاع الثمر الحقيقي. فبفضل طبعا، وأنا شايف طبعا قدوة قدامي أنبا دمين يجيد اللغة الألمانية بجدارة، وحاجة مشرفة جدا للكنيسة، وبيقدم الكنيسة الأبطية لكل الألمان بطريقة جميلة جدا تتناسب مع الثقافة الألمانية واللغة بتاعتهم، وبكل حكمة، بدرجة ان انا بشوف الناس هنا بتبقى يعني في قمة السعادة لما بتعرف تاريخ كنيستنا من خلال المصطلحات الألمانية واللغة الألمانية. فطبعا ده عطيني دفعة قوية جوايا ان يعني بنعمة ربنا بصلاة نيافتك ان لن اقل عن المستوى اللي نيافتك فيه في اللغة، فده عطيني طموح ان كل لحظة بحاول ان انا استغلها، وحطت نيافتك قدوة في هذا الموضوع. يعني قدس ابونا سوريال، قدس ابونا تودروس، وقدس ابونا مانجاريوس، اول ما دخلوا المانيا دخلوا حاجة جديدة ما كنتش واخد بالي منها، وهي الواتساب والجروبات، وابتدى يعملوا البرامج بتاعت الخدمة، مواعيد الخدمة، ربط الناس بعضها ببعض. إلى أي حد الميديا الحديثة ضرورية لربط الناس وبالذات الوصول للشباب والأطفال؟ هو دايما الواحد بيفكر في الجانب الإيجابي من كل شيء،
فطبعا الميديا الحديثة والانترنت ليه سلبيات كتيرة قوي، لكن بنحاول ان احنا ناخد الايجابيات بتاعتها اللي هي تتناسب مع الخدمة وتبقى مشجعة لحياتنا وفي نفس الوقت تنمو الروحيات بتاعتها. فمن خلال الميديا الحديثة عملنا جروب، بيبقى فيه جروبات خاصة ان هنا الناس بتبقى مشغولة والتوقيت صعب جدا ان هم يتواجدوا باستمرار من ازاي الحياة في مصر، بالإضافة لبعد الأماكن ده بيخلي فيه صعوبة كبيرة قوي ان الناس تتواصل من خلال فيس تو فيس يعني. فمن خلال الجروبات زي كده بنوصل كل المعلومات اللي احنا عاوزينها، بنتواصل مع بعضينا، بنشوف الاخبار ايه، لو في جديد، لو في مثلا تأملات روحية، لو في قصص، لو في مواقف معاشة، كل ده بيبقى من خلال مثلا زي جروب على الواتساب اللي هو بيبقى خاص بالكنيسة وشعب الكنيسة او الخدام، من خلاله ده بيتم التواصل على اعلى مستويات من خلال المستوى الاجتماعي، المستوى الروحي، المستوى كل حاجة، من خلال المعلومات، من خلال تعليم، من خلال لو في مثلا ظروف خاصة، مناسبة خاصة نجتمع في الحال بيوصل الخبر، وده طبعا بيبقى حاجة جميلة جدا ان الكل في نفس اللحظة بيوصل الخبر اللي احنا عاوزينه. قدسك اول ما دخلت هذا الدير انشأت حاجة اسمها التسبيحة، لازم الساعة 8 كل يوم نعمل تسبيحة، مع انك راجع مثلا من معهد اللغة الساعة 6 بالليل وتكون لسه ما فطرتش، لكن تقول لازم نعمل تسبيحة. وابتدينا لأول مرة نطلب من الناس تتشجع وتعمل تسبيحة، لدرجة في بعض المرات كان بيبقى حاضر يجي 18 إنسان. فهل يا ترى التسبيحة ضرورية في حياتنا العملية؟ هل ممكن بعد يوم شاق ويوم مجهد زي كده أطلع نام، ولا التسبيحة دي ضرورية عشان بتشحننا روحيا وتدينا القدرة أن احنا نقدر نستمر في خدمتنا؟ هو اولا مش انا اللي عملت ده، وانت البركه في نيافتك طبعا، تشجع نيافتك، وعشان نيافتك محب للصلاه ومحب للتسبيحه فبتحاول تنسب الحاجه دي لينا، لكن طبعا البركه في نيافتك سيدنا، انت اللي عملت، اللي صاحب الفكره، وانت اللي شجعتها واللي بتخلينا نستمر عليها طبعا. اما من ناحيه التسبيحه فطبعا صلاه نصف الليل خاصه والتسبيحه نصف الليل دي تعتبر اكبر سند وأكبر معونة ممكن الإنسان يتشحن بيها في حياته. الإنسان اللي بيصلي صلاة نص الليل وبيعمل التسبيحة بيعرف إزاي يسلك أثناء النهار، بيحاط بملاك معونة خاصة. فطبعا كفاية السلام الداخلي اللي بيبقى جواه، كفاية إن هو بيحس إن في السماء كلها بتسنده. التسبيحة دي عصب حياتنا الروحية، وخاصة صلاة نص الليل والتسبيحة طبعا مفيدة جدا يعني. قدسك بجانب الدير ابتديت تخدم في معسكر اللاجئين في بورجنترايش، ابتديت تخدم في بيليفيلد، ابتديت تخدم في هانوفر، وفي افكار تانية ان انت تروح مندن وتساعد في بلاد تانية. هل يا ترى بتقدر تعمل كل ده بالمواصلات العادية؟ وهل يا ترى بتقدر تعرف مواعيد القطر وتعرف تغييرات القطر والحاجات اللي زي كده، ولا دي بالنسبة للناس في ألمانيا صعبة؟ لا سهلة جدا المواصلات، خاصة ان في ابلكيشن بيبقى موجود على الموبايل من خلاله بنعرف، بس انا بحدد المنطقة اللي انا عايز اروحها، فبيجيب لي كل مواعيد القطارات اللي في التوقيت دوا، الاقلاع وهتوصل امتى، وطبعا المواعيد لما بتبقى بالظبط دي بتريح جدا يعني، فدي بتدي سهولة جدا في التنقل. صحيح المسافات بعيدة وممكن تستغرق وقت طويل، لكن مع سهولة الحركة، مع ما فيش الزحام اللي في القطار، القطارات ما فيش التأخير، المواعيد بالظبط، فدي بتسهل جدا ان الواحد يتحرك من مكان لمكان. كل اللي عليه بس ان هو يعرف القطر ده يطلع الساعة كام، من رصيف ايه، واذا كان في تغيير في النص الرحلة يخلي باله من النقطة دي بس. لكن فيما عدا ذلك بتبقى مرحة جدا على الرغم من صعوبة، على الرغم من بعد المسافات. فطبعا المواعيد الثابتة مع الالتزام بيخلي العملية سهلة جدا جدا يعني.
قدسك لما رحت القرية اللي مليان اللاجئين وابتديت توزع حاجات حلوة على الأطفال، كانت مشاعرك وقتها إيه؟ حسيت إن في السماء يعني، لأن أولاً ما كنتش متخيل إن تبقى في قرية قبطية في ألمانيا، كنت أسمع لكن ما كنتش متخيل إنها تبقى بالجمال ده وبالمساحة الكبيرة قوي دي، حاجة تتناسب مع تاريخ كنيستنا ومع عظمة كنيستنا. إحنا كنيسة كبيرة، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، كنيسة لها تاريخ مجيد، كنيسة آباء حامية للإيمان. لازم يا ريت ان يكون في تمثيل جيد للكنيسة في أي مكان زي ما شفته هنا في ألمانيا من خلال القرية القبطية. فعلا قرية تتناسب مع تاريخ الكنيسة، خاصة العمل اللي هو بتقدمه يعني. فحاجة جميلة برضو ان احنا نتعاطف مع اللاجئين وان احنا نشاركهم ونقدم لهم الحب الحقيقي والقبول، ولان الناس زعلت كتير يعني. لما قدسك رحت خدمت في كنيسة بيلي فيلد، كنيسة بيلي فيلد دي الكاثوليك سمحوا لنا ان احنا نصلي فيها ودونا كل حاجة، الكنيسة والصالة، بدون ما يطلبوا مننا حاجة. وشفت قدسك الكاهن اللي هناك اللي هو دكتور ياكوبس، كان مشاعرك ايه لما الكاهن الكاثوليكي استقبلك وسلمك الكنيسة وسلمك القاعة؟ ايه الشعور اللي انت كنت شعره في هذا المكان؟ بصراحة عرفت يعني إيه الإنسان يكون يحب محبة عملية باستثناء أي فوارق طائفية أو باستثناء أي فوارق بيننا، سواء كان اللغة أو الجنس أو أنا بصراحة حسيت إن دوا واحد أب معانا بكل حرية وبكل محبة، بيديك كل حاجة، بيفتح لك كل حاجة، مش بيخلي أي حاجة في أي معوقات. بالعكس، هو بمجرد ما بيلمح أنت عاوز إيه مش بينتظر. فدي حاجة أنا استفدت منها، إن إزاي الإنسان يكون منفتح للكل، إزاي يقدم محبة للكل، محبة عملية، حاجة جميلة جدا. أتسمون تودروس، إحنا موجودين في مقاطعة نورد راين ويستفالن. قدسك الأسبوع اللي فات رحت مقاطعة تانية خالص اسمها ساكسونيا السفلى، وخدمت كنيسة القديس أثناسيوس في هانوفر. هل يا ترى كنت بتقول وترد على نفسك، ولا كان في حد موجود بيعرف يرد؟ أنا كنت وأنا رايح أفكر إن كنيسة هانوفر فيها كنيسة عددها قليل وممكن أصلي القداس وأرد على نفسي زي ما نفتك بتقول كده، لكن لما رحت هناك لقيت كنيسة كبيرة فيها مجموعة كبيرة قوي تجيد الألحان وتجيد الطقس الكنسي واللي ترجيت القداس بالنسبة لهم عايشينها إجادة كاملة، اللي شجعني إن أنا صليت غرغوري فعلا معاهم، وكان قداس جميل جدا. بس بصراحة اتفاجأت ان الناس هناك حافظين وألحان، ورغم ان القداس خد اكتر من ساعتين ونص يعني، بدينا حوالي الساعة 9:30 خلصنا على 12:30، كل حاجة اتقالت بالراحة باللحن. فطبعا كانت بالنسبة لي كانت مفاجأة، لكن بعد كده حبيت المكان هناك لأن في مجموعة كبيرة من الناس، وخاصة محبتهم للكنيسة والألحان والطقوس، وتحس أنهم عندهم جوع للحياة الروحية بكل تفاصيلها، الكتاب المقدس والتاريخ والكنيسة وطقوسها وعقيدتها. على أن الكلام ده في الأغابي بعد كده بدأت الأسئلة وبدأت المناقشات وبتدور حوالين كل الموضوعات دي، لكن لا، كنيسة تجيد الألحان، عارفين كويس طقوس الكنيسة، عارفين المناسبات، عارفين الطقس السنوي والطقس الصيامي ومختلف الألحان يعني. احنا بنشكر أبونا تودروس في حديقة دير القديسة السيدة العذراء مريم والقديس موريس في هوكس برينكهاوزن. أجلسوا مع الأب المحبوب القس الراهب المبارك أبونا منجر يوسف المحرقي، ونسبح ربنا على هذه السيمفونية العظيمة، على هذه الخلقة البديعة التي أنعم علينا بها.
نحن نعيش في قرية صغيرة تذكرنا بالحياة في الدير. أتينا من مدن كبيرة والآن نعيش في قرية صغيرة جدا يمكن أن نتمتع فيها بسماع صوت ربنا. احنا بنشكر قداسة الباب على الهدية اللي ادهلنا الأباء القديسين من دير المحرة، من ضمنهم أبونا منجريوس المحرائي، وبنشكر صاحب النياف الحبر الجليل الأسقف المكرم أبونا وسيدنا الأنبا ساويروس على هذه الهدية العظيمة. ونطلب من ربنا أن هم يستخدم أبائنا الرهبان كسفراء للكنيسة القبطية في ألمانيا، وأيضا كرسل ومبشرين وكارزين. الحقيقة المكان اللي احنا قاعدين فيه ده هو مكان هادي، وبنتمتع بهذه السيمفونية العصافير التي تغرد وتسبح اسم الله. وأتوجه بالسؤال لقدس أبونا منجريوس. قدس أبونا منجريوس بسأل لو كان دي أول مرة في حياته يخرج منها من مصر، ولا عنده خبرة قبل كده في الخدمة برا مصر. لا، في الواقع سيدنا دي أول مرة أخرج برا مصر. أنا كان لي تجربة بسيطة في الخدمة داخل مصر، إن أنا خدمت في دير تاني كان تحت التعمير، دير الشهداء ببرية أخميم، خدمت لمدة سنة ورجعت مرة تانية للدير. من حسن الحظ أبونا منجريوس جه ألمانيا قبل ما يخش البرد الحقيقي، لكنه داء لحظات بسيطة من التلج ولحظات بسيطة من البرد والهواء، لدرجة ان الوقوف للصلاة ساعات طويلة ساعات تخلي المفاصل تتألم والجلد ينشف، مشاعر غير عادية لما الإنسان يقف ويبقى صايم ساعات طويلة وفي ظروف صعبة جدا يصلي. نفس الظروف دي أبونا شعر بيها، ولو كانت مش زي الأيام اللي شفناها في ألمانيا من زمان. مشاعرك إيه وإنت جاي من بلد سخنة زي أسيوط علشان تخدم في بلد تلج زي برلين؟ وطبعا الجو اللي احنا فيه في مصر ده جو رائع، نعمة كبيرة مديها لنا ربنا، شعرنا بيها لما جينا هنا. هو فعلا كان الجو زي ما بتقول نيافتك، كان نهاية الشتاء، فكان الجو ساعة شوية، فبتبقى الواحد هو واقف بيصلي بيحس بالبرد الشديد، لكن نعمة ربنا بتدي الواحد ان هو يقف ويستكمل الصلاة ويستكمل الليتروجية. وطبعا في اللحظات دي الواحد بيفتكر النعمة الكبيرة اللي احنا فيها في مصر، لان هنا على معرفتي ان طبعا التسخين ده ليه تكلفته، والامور ده هي طبعا مكلفة جدا، غير النعمة اللي واخدينها من طبيعة مصر وجو مصر وخاصة جو الدير عندنا في الدير المحرق. هل يا ابونا منجريوس تقدر تخرج الشارع او تركب مواصلات بدون ما تكون لابس بلطو تخين؟ لا، لازم طبعا الواحد وهو نازل بياخد البلطو معاه ويلبسه، بيبقى لابس ملابس شتوي تقيلة حتى في جو الصيف دلوقتي، لأن هنا الحرارة في الصيف يعني أقصى درجة حرارة بتوصل 16 مئوية، ده الصيف هنا هو، لكن في الشتاء بتبقى تحت الصفر. ومع ذلك أنا كنت متخيل لما أبعت قدسك تصلي في عاصمة ألمانيا وتساعد قدس أبونا جرجس المحرقي، إن بسبب ظروف الجو ده إن أنت تقضي أغلب الوقت إما في الكنيسة إما في القلاية بتاعتك، لكن فوجئت إن أنت بتخرج تزور الناس. والأول مرة أسمع إن واحد من الخدام في أثناء الصيام الكبير بيروح البيوت ويعمل صلاة تبريك المنازل وأيضا الأناديل. يا ترى شعورك إيه وإنت داخل البيوت بدري وبتصلي لهم، وصلوات الأنديل بتاخد حوالي ساعة ونص، وبتركب المواصلات ولازم تبقى صايم قبلها، وبتعتذر للناس عن شرب كوباية مية أو شاي عشان إنت عندك قداس. الناس بتبقى ترى مشاعرها إيه وتقول لك إحنا أول مرة يخش بيتنا كاهن يصلي من أجلنا؟ هو شعبنا القبطي وأولادنا في برلين كلهم محبين،
وأغلبهم يعني من صعيد مصر، وفي اللي من الوجه البحري واسكندرية والمنوفية ومن بلاد كتير. طبعا بتبقى فرحة غامرة مجرد ما أبونا بيروح البيت، بيبقى واخد معاد قبلها ومرتب إن هنعمل بكرة صلاة أنديل. الأسرة كلها بتتجمع، بتكون صايمة ومستعدة للصلاة. بتبقى فرحة كبيرة في كل البيت من الكبار والأطفال الصغيرة، لدرجة إن بعض الأسر كانت بتاخد أجازة من المدارس لأولادها عشان تحضر صلاة الأنديل ويترشموا بالزيت، وبعد كده كانوا بينزلوا معانا يستكملوا الصلاة في الكنيسة بحضور القداس الإلهي ويتناولوا، وبيرجعوا فرحانين وبيحسوا إن هم أخذوا بركة كبيرة من ممارسة الحياة الطقسية ده. هي البعض منهم برضو بيقول إن إحنا وإحنا في مصر ما خدناش التجربة إن إحنا نعمل أنديل في البيت، لكن إنها نشكر ربنا إن إحنا مجرد ما بنقول لأبونا، أبونا بيكون موجود في التو واللحظة حسب الاتفاق على الميعاد. قدسك بتصلي وبتساعد في الخدمة في برلين، هل يا ترى هتصلي أيضا أسبوع الألام في برلين ولا أنت رايح في منطقة تانية؟ لا، بنعمة ربنا حسب تكليف نيافتك هروح أصلي في بريمن، ودي تعتبر في شمال ألمانيا، منطقة ساحلية فيها كنيسة وفيها تجمع قبطي كبير، فلازم حد يتواجد عشان الأيام المباركة ده ما تعديش على شعبنا القبطي من غير ما يمارسوا الصلاة والطقوس بتاعتنا الجميلة في أسبوع الألام، ونستقبل معاهم أفراح القيامة ونحتفل بقيامة السيد المسيح مع بعض. يعني علشان أبونا يترك مدينة برلين ويذهب لمدينة بريمن محتاج إن هو يسافر حوالي 600 كيلومتر علشان الكنيسة اللي هناك ما تتقفلش ويتعمل فيها قداس ويتعمل فيها أسبوع الألام والناس تشعر كما لو كانت في مصر. هل يا ترى قدسك بتتضايق بسبب السفر الكبير والمجهود الكبير والبرد اللي ساعات تقابله في الطريق، ولا وانت مسافر بيهون عليك تعب السفر مقابل ان الناس بتبقى فرحانة؟ أولا طبعا أنا بحس بفرحة كبيرة وأنا مسافر، لأن فعلا بحس بمعونة ربنا ونعمة ربنا في التنقل. يعني أنا لسه ما تعلمتش لغة كويس وبالتالي بواجه صعوبة شوية، لكن بحس بنعمة ربنا أنه هو اللي بينقلني من المكان للمكان في التو واللحظة، والمواصلة مش بتفوتني وبلحقها، وبلاقي ربنا بيبعت الإنسان اللي يساعدني عشان أوصل للمكان اللي أنا عايزه في الوقت المظبوط. وقت ما خدنا الكاتدرائية في برلين كان عدد الناس اللي موجودين لا يزيد عن 15 أسرة، ولك أن تتخيل مشاعر الناس وانطباعات الناس. اللي خلاك تجيب كاتدرائية كبيرة زي كده هي بس مظهرة. يا ترى دلوقتي أخبار الناس إيه وعدد الناس اللي بيصلوا معك في كنيسة قد إيه؟ واحكي لي بالذات عن الأطفال والشباب في كنيسة برلين اليوم. نشكر ربنا. الخدمة في برلين أنا جيت طبعا داخل على تعب نيافتك وتعب أبونا القمص جرجس المحرقي، وجيت للمساعدة في الخدمة. الخدمة طبعا كل يوم عن يوم بتزدهر وبتنمو، مش الجالية القبطية بس هي المتواجدة، لا بنلاقي برضي بعض إخواتنا السوريين والعراقيين وإتريين وإثيوبيين بيجوا يصلوا معانا في الكنيسة. الخدمة في نمو مستمر، الأعداد بتزيد، الناس فرحانة أن فعلا نيافتك أخذت الكنيسة دهية بالحجم الكبير ده، وكنيسة كمان أثرية لها قيمتها التاريخية، فدي حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة لكنيستنا القبطية أن تكون في العاصمة كاتدرائية بهذا الحجم وتستوعب هذا العدد الكبير من الأقباط والمسيحيين الموجودين في برلين. عدد الأطفال اللي بيصلوا معاك في الهيكل يوم الحد يصل لقد إيه؟ لا، الأطفال عدد كبير، يمكن بيوصل أحيانا للمية أو يتجاوز 100 طفل، ده غير طبعا الشباب وغير كبار السن من الشمامسة، ده بيكونوا لابسين فعلا وبيصلوا معانا، غير أعداد المتناولين. يعني احنا بالضبط يمكن دلوقتي الوقت تقسم شوية، يعني بنقف نناول أكتر من نص ساعة أنا وابونا القمص جرجس. في الأول كان هو بيبقى لوحده بيناول الجسد والدم، كان بيتجاوز الوقت ساعة في التناول بس، لأن الأعداد كبيرة فعلا.
في ناس في مصر يا ابونا يقول لك احنا عايزين نروح ألمانيا لأن ألمانيا دي هي ملكوت السماوات على الأرض، تقول لهم ايه؟ أنا دايما بقول للي عايز يسافر برا أنت مش هتروح الجنة الموعودة، لا، هنا علشان يكون لك كينونة لازم تتعب وتشقى وتحتمل، لأن في صعوبات كتيرة هتقابلها. أولا عامل اللغة، ثانيا هنا الناس جادة جدا سواء كانت أوروبا أو المهجر كله، عشان تشتغل وتحصل على الدولار أو اليورو لازم بيكون في مقابل عمل حقيقي بتنجزه عشان تاخد المقابل بتاعه، فأنت مش بتلاقي هنا هو تل من النقود تاخد منه، لا، لازم بيكون في شقة ومعاناة، وكل حاجة ليها تمن وليها ضريبة بتدفع. أول حاجة الضريبة اللي بتدفع الغربة عن الأهل والوطن، بعد كده في أمور تانية كتير بتقابل الأسر خصوصا في تربية وتنشئة أطفالهم، إن ما كانوش بيراعوا إن يأسسوهم كويس بنلاقي الدنيا شوية اتلخبطت معاهم. قدسك كنت النهاردة موجود في بوليس الأجانب علشان مد الفيزا بتاعتك، كان يا ترى المنتظرين لدخول مكاتب بوليس الأجانب عدد كبير ولا صغير؟ وهل الناس أول ما بتيجي بتخش على طول ولا ساعات بتنتظر مدة طويلة؟ وكانت معاملة بوليس الأجانب ليك شكلها إيه؟ هو الأعداد اللي موجودة كانت في بوليس الأجانب من جنسيات مختلفة كانت أعداد كبيرة، ودي ملاحظة خالص في الفترة الأخيرة. طبعا البعض بينتظر بالساعات، احنا تواجدنا طبعا ادونا اهتمام ومحبة، خدنا دورنا زي الناس اللي موجودة، لكن في التعامل كان في ود كبير ومحبة كبيرة من الموظفين اللي موجودين هناك، وده طبعا كله بيرجع لفضل نيافتك ومحبتك للناس ده وتعاملك معاهم، وان انت نيافتك اديتهم صورة مشرفة عن مصر وعن الأقباط اللي في مصر، ازاي تعاملاتهم ومحبتهم البازلة اللي دايما نيافتك بتقدمها لكل المحاطين بيك سواء من أقباط أولادك أو من أصحاب البلد الأساسيين الألمان، نيافتك بتخبرهم بمحبة كبيرة، وبنشوف الكلام ده في الأفواج والوفود اللي بتيجي تزور الدير هنا عشان تاخد فكرة عن الحياة القبطية والتراث القبطي والفن القبطي، والكلام ده كله واضح جدا من خلال الزيارات اللي بيجوا وبيمشوا، عندهم انطباع كبير عن الكنيسة القبطية ان هي كنيسة عريقة لها تاريخ، كنيسة نمت وكبرت على دم الشهداء، والكلام ده كله مسجل في التاريخ، وهم نفسهم بيعملوا دراسات كبيرة في الأمور ده هي عن تاريخ الكنيسة القبطية. بنشكر قدس أبونا منجريوس المحرقي على الحديث ده، بنشكر قناة ماري مرقص، وإحنا فخورين بالمجهود بتاعهم العظيم، وهذه القناة لها دور كبير في نقل التراث والحضارة لكل البيوت في العالم كله وبالذات المتكلمين باللغة العربية، وأخص بالذكر إخواتنا الأثيوبيين والأريتريين والسوريان الأرثوذكس والأرمينيين الذين يكونون كل حب وكل احترام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نشكركم على هذا الحديث ونطلب ربنا أنه يبارك هذا العمل وينمي الخدمة في اللي بيقوم بيها حضرة صاحب النيافة الأسقف المكرم سيدنا الحبيب الأنبا أرمية، وببركة صلوات ودعاء وتشجيع وإرشاد صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني حفظه الله وأطال عمره وبارك خدمته لمجد اسمه العظيم القدوس.